إلى عناوين الصحية. المصابون بكورونا بعد التعافي منه لا يتسببون بعدوى، وفقدان حاسة الشم دليل على نقص فيتامين دي. فوائد بيئية ومادية لتصنيع السماد الزراعي منزليا في زمن الحجر. ومع الحجر المنزلي، كيف يتلقى ذوو الإعاقة تعليمهم عن بعد؟ المتعافون من كورونا هم أكثر أمنا من المرضى به، هذا ما أكده باحثون من كوريا الجنوبية. دراسة نشرها موقع بلومبرغ أجريت على 285 متعاف من المرض، ثبتت إصابتهم بالفيروس من جديد بعد الشفاء، لم يتسببوا بأي عدوى للآخرين، ولم ينتقل الفيروس منهم إلى أي شخص آخر. ومن قاوموا نزلات البرد سابقا ربما تكون لديهم مناعة ضد فيروس كوفيد-19، وبالاعتماد على تحليل 11 عينة دم أخذت قبل عامين من أشخاص أصيبوا بفيروس سارس التاجي، توصل باحثون إلى هذه النتيجة، معتبرين أن الفيروس لن يكون غريبا على الجهاز المناعي لهؤلاء، إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات والإثباتات. فقدان حاسة الشم ربما يكون مؤشرا على نقص فيتامين دي. باحثون من الجامعة الوطنية لعلوم الصحة في إلينوي خلصوا إلى هذه الدراسة واعتمدوا فيها على مرضى فقدوا حاسة الشم مع مستوى منخفض من الفيتامين، وبعد إعطائهم مكملات الفيتامين بدأوا باستعادة حاسة الشم تدريجيا. سبعة في المئة هي النتيجة المتوقعة لانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة حتى نهاية العام الحالي إذا استمر تعليق الأنشطة العالمية المسببة للتلوث. الدراسة التي نشرتها دورية Nature Climate Change تفيد بأن ذلك سيمثل أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن خبر انبعاثات الكربون ننتقل إلى الملف البيئي. تصنيع السماد الزراعي منزليا هو أحد أوجه الاستفادة من الحجر في زمن كورونا، استفادة ذات وجهين مادي وبيئي. مصائب ما خلفه فيروس كورونا عند قوم فوائده، فالتداعيات السلبية للفيروس على الشركات الكبرى والتجارة على نحو عام دفعت الناس إلى اتباع سياسة التباعد الاجتماعي، سياسة مثلت حافزا للكثير من العائلات المحتجزة في بيوتها لإعادة استصلاح الأراضي المحيطة بمنازلها وبث الحياة فيها من جديد. وفرة الوقت وقلة المردود المادي للعائلات التي أجبرها كورونا على التوقف عن العمل دفع أفرادها إلى تصنيع السماد المنزلي لاستعماله في الزراعة، فالمواد التي تستعمل في هذه الصناعة متوافرة في كل منزل، وتعتمد في صلبها على مخلفات الطعام ومواد تحتوي على الكربون والنيتروجين وغيرها، إذ تقلل طريقة تصنيع السماد هذه من هدر ملايين الأطنان من المخلفات المنزلية التي يجري التخلص منها إما عن طريق إحراقها أو طمرها متسببة بتلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية. كما أن السماد المنزلي جيد لناحية تحسين جودة التربة لاحتوائه على مواد عضوية مفيدة للنباتات، ولكونه بديلا طبيعيا للأسمدة الكيميائية، فضلا عن أن هذه العملية تساهم في التخلص من المواد بنحو 30% من النفايات المنزلية، ما يسهل المهمة في عملية فرز ما تبقى منها.
معنا من بيروت المهندس البيئي والصناعي زياد أبي شاكر. أهلا بك أستاذ زياد. بداية، هل من مخاطر أو محاذير لاستخدام السماد المنزلي؟ وهل هو أقل منفعة من الأنواع الأخرى من السماد، مثلا السماد الكيميائي؟ مرحبا أول شيء، وبعتذر هون انقطعت الكهرباء مشان هيك يمكن الصورة مش طالعة. لا مشكلة. ما في أي محاذير لتصنيع السماد بالمنزل، لأنه عم نصنعه من بقايا الأكل اللي نحن كنا عم نستهلكه وعم نفوته على جسمنا. يعني هو بالنهاية أكل كنا نحن عم نتغذى منه، هيدا واحد. وهي طريقة كتير فعالة إنه المنازل ما بقت ترمي نفاياتها العضوية، لأنه تقريبا كل البلاد العربية بتعاني من موضوع معالجة النفايات وإنتاج الأسمدة العضوية بطريقة نظيفة. بقى هيدي بتكون طريقة، يعني بعتقد هلا بلشت هاي العادة، وبكره بس يمرق الوقت بعد أكثر وأكثر رح نوصل لمحل وين المنازل ما بقى ترمي شيء من النفايات تبعولها، بل تحوله الى اسمده. لماذا لم يكن هذا الامر مالوفا في السابق؟ يعني هذه العاده ليست متداوله كثيرا، لماذا؟ هل من الصعب صناعه هذه او استخراج السماد من المواد العضويه؟ بالعكس، لا منه صعب ابدا. المشكله من قبل هي كانت العادات، وكان تغير كيف الناس. من قبل كانت كل الناس تقطات من الزراعة، يعني عايشين ببيوت زراعية بالضيع. اليوم لما انتقلوا على المدن وصاروا عايشين ببنايات، كانت البلديات عم تقدم خدمة جمع النفايات وأخذها إلى محل. اليوم عندك مشكلة إنه البلديات كلها منا قادرة بقى إنها تعمل معالجة نفايات بطريقة مضبوطة، كله عم يستعمل المرادم والمطامر. وهيدي كانت المشكلة يلي دفعت الناس انه هي يكون عم بتساهم بتخفيف المشكلة اذا بدي. هل يمكن ان نذكر المهتمين ما هي المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع السماد المنزلي؟ بالمبدأ هن شقين كتير كبار، كل بقايا الأكل جميعا بدون استثناء، يعني حتى اللحوم وحتى الأسماك والألبان والأجبان كلها فينا نستعملها. والشق الثاني هي المحارم، يعني كل المحارم اللي تستعمل بالمطبخ بالمراحيض بها الأمور هاي. نعم، وكيف يتم يعني تصنيع السماد؟ كيف وبأي طريقة يستخرج منها السماد؟ والله صراحة يعني من نهار الجمعة حطينا فيديو على السوشيال ميديا عم نعلم الناس كيف يعملوا وعي للتخمير ببيوتهم من جالون المي، والناس استقبلته بطريقة فظيعة. يعني وبظل 48 ساعة كان صار عنده 10,000 فيو. الطريقة هي كتير هينة، كتير مبسطة. يعني بدك وعي يكون يدخله لها بطريقة من الطرق، وبتصير تحطي هالمواد فوق بعضها وتتركيها تختمر. يعني ما في أبسط من صنع السماد المنزلي. يعني بدك محل تحطيه برا، أكيد برا البيت تضربه الشمس لأنه شي ساعتين ثلاثة بالنهار، وبده يكون عملية بده مزج من وقت لوقت لحتى عملية الاختمار تكون متكاملة بكل هالبساطة. نعم، إذن المسألة ليست صعبة ولكنها تحتاج إلى متابعة بحسب ما فهمت منك. وأنتم وضعتم يعني فيديو كأنه فيديو إرشادي أو مثال. هل أخبرتنا على أي موقع يمكن أن يجده المهتمون لو سمحت؟ بعتقد هو موجود على الفيسبوك، موجود على صفحتي على الفيسبوك كمان. والناس تنقلوا كتير على فيسبوك، كثير هين انه يتلاقى. يعني نعم. طيب استاذ زياد، هل يخولنا هذا السماد المصنوع منزليا الاستغناء كليا عن السماد الكيميائي، ام انه في بعض الزراعات او في بعض الاحيان لابد من الاستعانه بالمواد المصنعه كيميائيا؟
والله بتعرفي هيدي فلسفة بالزراعة. يعني اليوم في نوع من الزراعات الصاعدة اللي بتقول انه نحن رح نتكل بس على الطبيعة، ما رح بقى نتكل على الكيماويات وعلى السموم، لأنه تبين من بعد 60 سنة من هالنوع من الزراعات انه الأرض استهلكت كثير. اليوم لما بتحطي اسمده كيماويه بطريقه مترفه على الاتربه، انت عم تقتلي الارض، عم تقتلي كل هالبكتيريا الحيويه اللي هي قادره تنمي الزراعات. وهالمدرسه، مدرسه الطبيعه اللي بتقول انه فينا نوجد كل شيء بالطبيعة، ما بحاجة إنه نتكل على أشياء سنتاتيك إذا بدك، وعلى سموم صنعها الإنسان. الطبيعة فيها عندها كل الغذاء، وحتى في عندها كل السموم. يعني اليوم في عندك تعاليم كيف تصنعي السموم الطبيعية لمكافحة الحشرات ومكافحة الآفات بدون اللجوء إلى السم المصنع من قبل الإنسان. نعم، طيب بالحديث عن الزراعة بشكل عام أستاذ زياد، هل تنصح بالطريقة التي يلجأ إليها المواطنون الآن، وهي الزراعة على الشرفات أو على الأسطح في أحواض صغيرة؟ هل هذه طريقة آمنة وسليمة بداية؟ وما هي الزراعات التي يصح يعني زراعتها في أماكن ضيقة، ربما لأن شروشها لا تمتد كثيرا في العمق، ربما لأنها لا تحتاج إلى الكثير من المياه؟ يعني ما هي الأصناف التي تنصح بزراعتها في الأحواض الصغيرة، طبعا إذا كنت من الأصل تقبل بالزراعة على الشرفة أو على السطح؟ يعني انت عم تحكي مع واحد صار له 4 سنين عم يعمل حاس على الزراعات العمودية على الأسطح لهذا السبب والبلاتين. سألتك يعني أستاذ زياد. للصراحة ما عندنا غير خيار هلا إلا إنه نلجأ لهالنوع من الزراعات. مشان هيك نحن طورنا كل الأوعية. ذكرتي هلا حضرتك انه هل كميه التراب وهل سماكه التراب كافيه وكذا. نحن طورنا كل هذه المستوعبات لحتى مش بس نقدر نزرع، يعني مشان نكفي بنايه او شقه او طابق. لا، الزراعه العموديه على الاسطح اليوم هي سياسه زراعيه للانتاج الكثيف، لحتى المدينة ترجع تصير هي عم تنتج الأكل يلي هي بتستهلكه. يعني عم نحكي اليوم نحن في عمل بحث عملناه بالجامعة الأمريكية، قدرنا ب50 متر مربع على سطح إحدى أبنية الجامعة إنه ننتج 2000 خسة كل 40 يوم. يعني يعني ما أفهمه منك أنه يجب أن تكون هذه الزراعة عمودية، وقد لا تكون مجدية كثيرا إذا كانت في أحواض متقاربة أو متراصفة. يعني الناس عادة، هلا نحن لسنا متخصصين، قد نلجأ إلى أساليب أكثر سهولة. 100% اللي احنا عم نجرب نعمله انه نخلي هالمستوعبات العمودية تكون متوفرة ليلي بيحبوا انه يكونوا يمتهنوا مهنة الزراعة المدنية. نعم يعني نعم اليوم لما نطلع برات المدينة بنروح بنزور مزارع عنده أرض كبيرة وهو بروفيشنال فارمر بيقولوا له بالإنجليزي. نعم النظرة اللي عندنا إياها إنه ما في شيء بيمنع إنه يكون عندنا مزارع محترف بالمدينة على أسطح البنايات نعم وعلى شكرا لك. الأماكن المسطحة نعم بالمدينة يلي بتسمح. الفكرة وصلت أستاذ زياد أبي شاكر، وأنت المهندس البيئي والصناعي، شكرا جزيلا لك. أهلا، نتابع النشرة الصحية بعد الفاصل. الحجر المنزلي لا يعني الحجر عن التعليم، فكان التعليم أونلاين.
ذوو الإعاقة كيف يتعلمون عن بعد؟ موضوع النقاش في الملف الطبي. يتابع الطلاب ذوو الإعاقة في لبنان تحصيلهم العلمي إلكترونيا، كيف ذلك وما هي الوسائل التي تساعدهم في هذا المجال؟ التعلم عن بعد مقولة باتت أمرا حتميا في زمن كورونا. فاطمة التي فقدت بصرها منذ الولادة أرادت التسلح بالعلم لمواجهة قيود المجتمع، وها هي اليوم تتابع تحصيلها العلمي عن بعد، متحدية الحجر المنزلي ومتخطية فقدانها بصرها. أنا بدرس على التليفون من خلال الفويس أو الصوت، بكتبهم على البريل برجع ببعثلهم إياه. حال فاطمة وزملائها من المكفوفين كحال الطلاب الصم، فلغة الإشارة التي رافقت حسن لحظة بلحظة ها هي تخطو معه خطوة خطوة في تحصيل تعليمه الإلكتروني. درنا لقينا مشاركة عن جد ما كنا متوقعينا وما كنا يمكن مصدقين أنه ممكن تلميذنا المكفوفين وتلميذ الصم تكون مشاركتهم توصل للمية بالمية. وسائل متعددة تستخدمها المؤسسات التي تعنى بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة كتطبيقات التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لتعليم الطلاب وغيرها من الوسائل المتاحة لدى الطلاب. قادرين نروح لترجمة إشارية للدروس كانت عم تنبعث لتلاميذ الصم ولتلاميذ ضعاف البصر، كان عم بيروح فيديو مع صوت، وفي فويس كول وفيديو كول عم بتكون مترافقة للتلاميذ. العلامات والامتحانات والنشاطات المدرسية اليومية كلها باتت طيعة بين أيدي أناس يتطلعون عن بعد إلى مستقبل واعد. التعلم عن بعد تجربة جديدة يخوضها الأشخاص ذوو الإعاقة بما توفر لديهم من وسائل، تجربة تضاف إلى سجل نجاحاتهم الأخرى. سامي جلول، بيروت، الميادين. تنضم إلينا مسؤولة الدمج في دار الأيتام الإسلامية السيدة دينا السومة. أهلا بك سيدة دينا. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. بداية، تجربة التعلم عن بعد هي في حد ذاتها تجربة جديدة وقيد الاختبار. قبل أن نخوض في خصوصية تعليم ذوي الإعاقة، يريد لو نتحدث عن هذه التجربة. الآن ماذا اكتشفنا من حسنات ومن سلبيات لها بعد مرور نحو يعني شهرين أو أكثر على تطبيقها ولا سيما في لبنان؟ مع حضرتك، أول شيء سعد صباحك. بالنسبة لموضوع التعليم عن بعد، مثل ما تفضلتي وقلتي، هو له إيجابيات وله سلبيات بشكل عام على الطلاب اللي عم يدرسوا بالبيت. من الإيجابيات أنه هيدي فرصة لنا أنه أي مشكلة بتواجهنا بلبنان، وبنعرف أنه لبنان دايما هو من الدول اللي عنده دايما مشاكل وعم يمرق بكتير ظروف، فهذا بيعطينا درس أنه نفك عزلة أبنائنا التربوية لما بيصير عنا أي مشكلة وبيتمكنوا من متابعة دراستهم. أما من السلبيات اللي هي كتير كبيرة، رغم أنه هذه التجربة أثبتت نجاحها للأشخاص اللي متوفر لهم إنترنت، هي سلبية جدا للأشخاص اللي ما عم تقدر يكون عندهم إنترنت. مثل ما نحن كتير منعرف بلبنان الإنترنت غالي، ما رخيص أبدا وتكاليفه باهظة، فهذا الشيء عم بيكون صعب كتير على هدول الأشخاص اللي ما عم يقدروا يأمنوا إنترنت، أو الأشخاص اللي موجودين بقرى غير متوفر فيها بصورة جيدة. وحتى اللي عم يقدر يأمن ثمن الانترنت، نحن في عنا ضعف كتير قوي على الشبكة، فهذا عم بيأثر كتير سلبا. بينما إذا بدنا نجي نقيمها كتجربة، هي تجربة كتير ناجحة بتساعد بالمستقبل. حتى أنا من وجهة نظري بفترة الصيف، بدل ما نعطي الأولاد الكيه دي فاكونس، هيدي تجربة كتير مهمة لنا لنضلنا على تواصل مع طلابنا كل فترة الصيف. نعم. طيب، فيما يتعلق بذوي الإعاقة تحديدا، هل كان لهذه التجربة مصاعب إضافية ربما، أو اكتشفتم حاجات خاصة يجب مراعاتها في المرات المقبلة عند الحاجة؟
طبعا اكيد مثل ما كلياتنا بنعرف انه الاشخاص ذوي الاعاقه دائما دائما نحن في عندهم مؤسسات متخصصه عم يدرسوا من خلالها، لانه هي الجهه اللي مامنت لهم كل المعينات اللي بتساعدهم للتعليم، بينما وحتى لما هن موجودين بالدمج الخارجي داخل المدارس او داخل الجامعات دائما عم بيكون معهم الاشخاص اللي عم بيحاولوا يامنوا لهم ويذللوا لهم العقبات اللي بتواجههم لحتى يقدروا يتمكنوا من متابعة تعليمهم الأكاديمي بشكل جيد. فكيف هلأ عن بالفترة اللي نحن هلأ عم نعيشها اللي هي التعليم عن بعد؟ أول شيء مثل ما بنعرف أنه المعينات المساندة هي منا متوفرة بين إيدين كل الأولاد، لأنه هي مكلفة وهي غالية. إذا نحن بدنا نجي نصنف الإعاقة البصرية، الإعاقة البصرية هي نوعين، عندك الإعاقة البصرية الكلية وعندك الإعاقة البصرية الجزئية. من تجربتنا نحن داخل دار الأيتام الإسلامية عم نعمل قدر المستطاع أنه نحاول نوصل المنهج للأولاد داخل بيوتهم، يعني نحن عم نعتمد على الأشخاص اللي معهم تليفونات أو اللي قادرين أنه يكون في عندهم لابتوب بالبيت، عم نحاول نوصل لهم الدروس، عم نسجلها، عم نحطها على اليوتيوب لحتى يقدروا يوصلوا لها بكل بساطة وبكل سهولة. هيدا بالنسبة للإعاقة البصرية، ونفس الشيء بالنسبة للإعاقة السمعية وكافة الإعاقات. بينما بتواجه صعوبة كتير، لأنه أنت عندك كتير أشخاص ما قادرين يتوفر بين إيديهم المعينات اللي بتساعدهم لحتى يقدروا توصل لألهم هيدي المعلومة. يعني عن أي معينات نتحدث؟ ماذا تقصدين؟ مثلا كتاب البرايل وما شابه؟ لا كتاب البرايل هو أول شغلة. إذا إحنا بدنا نحكي، أنا هلأ لما بدي أبعث للأولاد للطالب اللي هو كفيف الفويس اللي أنا عم سجله إياه مشان يرجع يدرسه أو هو يطبعه على البرايل بالبيت، في كتير أشخاص من هدول الأولاد ما في عندهم التليفون الاندرويد اللي بيساعدهم انه هن يكونوا توصل لهم هذه المقومات والاغراض التكنولوجيه فقط لانها باهظه الثمن او لان ربما البنيه التحتيه في بعض المناطق قد لا تساعد لوصول الانترنت كما يجب الى اخره. صحيح. وما تنسي انت الضائقه الاقتصاديه اللي نحن عم نمرق فيها واللي بتخلي انه يكون بين ايدين هدول الاشخاص هيدي المعينات، هذا شيء كثير صعب. يعني داخل المؤسسات عنا ممكن تلاقي المونيتور اللي بيكبر الكتاب للطالب لحتى يقدر يمارس تعليمه بطريقه جيده، ممكن تلاقي برامج الابصار اللي بتساعده لحتى يقدر يدرس، بس هيدي الامور كلياتها غير متوفره دائما داخل منازلهم. نعم. المعينات اللي هلا عم تصير انه نحن عم نحاول نستعمل اقل الامكانيات لحتى نقدر نوصل لهدول الطلاب، عم نحاول نجتهد على قد ما بنقدر. الشيء اللي نحن بنعمله هن موجودين عنا داخل المؤسسات عم نعمله ونحاول نوصل لهم اياه عبر الواتساب، عبر الماسنجر، عبر انه نتواصل معهم على الزوم. بس يا ترى هل كل الطلاب داخل بيوتهم هيدي الامور متامنه لالهم؟ هيدي من المشاكل اللي نحن عم نواجهها. بينما التعليم عم بيتم بصوره جيده، نعم عم بيتم بصوره جيده، كل الابناء اللي قادرين يكون عندهم الوسائل اللي بتساعد المعلومه لتوصل لالهم عم توصل لالهم بشكل جيد جدا الحمد لله. يعني انا بعتبر هذا التعليم عن بعد كان شيء ايجابي كثير للاشخاص ذوي الاعاقه لحتى ما يحسوا بالعزله داخل بيوتهم، نحن عم نقدر نوصل. ماذا تطلبون من الاهل في هذا المجال لكي يكون دورهم مكملا لدوركم كمدرسين؟ نعم، نحن اصلا داخل المؤسسات كمان عم نشتغل على الاهل. يعني اول خطوه قمنا فيها انه نحن شرحنا للاهل كيف بدهم يساعدونا لتوصل المعلومه لابنائهم، لانه كمان في كثير اولاد اصلا ما في معها تليفونات، فنحن عم نتواصل مع الاهل لحتى نوصل الماده الدراسيه للطالب. اللي نحن بنطلبه من الاهل، انت كمان ما فيك تحطي الاهل تحمليهم اكثر من طاقتهم، الاهل ايه عم بيساعدوا اولادهم قدر الامكانيات المتاحه لما نحن عم نشرح لهم طريقه التعليم اللي لازم يساعدونا فيها ليدرسوا أولادهم. بس كمان نحن بدنا نرجع نأكد أنه الضائقة المالية قد تصعب على الأهل أنه دايما يكون في متواجد انترنت بشكل قوي. في أشخاص أصلا الأجهزة التليفونات اللي بين إيديهم أجهزة غير حديثة، وهذا بيخلينا نواجه مشاكل كتير كبيرة بمجال التعليم عن بعد. نعم، شكرا جزيلا لك السيدة دينا السومة، وأنت مسؤولة الدمج في دار الأيتام الإسلامية. شكرا لك وشكرا لمتابعتكم لهذا الموضوع اللي كتير مهم بهالفترة. ختام الصحية، إلى اللقاء.